نتائج قريبة الأمد، متى سنرى نتائج دراسات التي تقوم بها وزارة التخطيط على أرض الواقع؟ خلال بضعة أشهر سنرى دراسة لتأثير رفع الدعم أو إلغاء الدعم وعلى وزيادة المرتبات على الاقتصاد والحلول. سنرى أيضا دراسة سريعة جدا على موضوع لم نتكلم فيه وهو تأثير بعض الضرائب على وأهميتها. يعني إحنا الآن ندفع ضرائب من جهة ونأخذها من جهة أخرى، فحتكون في دراسة لأهمية هذه الضرائب وإلغاء ربما إلغاء بعضها. ستكون فيه تأسيس لإدارة أو لمصلحة الإحصاء تطويرها وإعادة النشاط إليها، هي كانت موجودة في الماضي ولكنها همشت، إدارة الإحصاء والتعداد وجمع المعلومات الضرورية للتخطيط. أيضا سيكون هناك بناء لإدارة الحسابات القومية وهي ضرورية أيضا لمعرفة نتائج البرامج التنموية. سيكون أيضا بناء نماذج اقتصادية تمكننا من التنبؤ بمستقبل الاقتصاد. بشكل عام سنضع خطة مستقبلية للنهوض بليبيا، تبدأ بالتأسيس اللي هو في المرحلة الانتقالية وتمتد إلى ما بعد ذلك للحكومات المقبلة وتساعدهم على الاستمرار. نطمح إلى وضع الأسس التي تضمن الاستمرارية، وهذا أمر أنا أراه في غاية الأهمية. فنحن لا نفكر في هذه المرحلة القصيرة وما سننجزه فقط في هذه المرحلة القصيرة، بل نفكر أيضا في استمرارية العمل وعدم انقطاعه. ونحن أيضا نتمنى بأن تتحقق هذه الأهداف في أقصر وقت ممكن، لأنها فعلا بحاجة إليها وليبيا بحاجة إليها.